بغيت ندوش، بغيت نقاد الحوايج خصهم يتصبنوا ونشرهم، يعني خصني غير باش غدا نضطر نجي هنا كاع. ما كنت ناويه، كان عندي واحد البروغرام وكاين اش غندير، ضروري خصني نجي هنايا حيت انا اصلا كاين راسي في الدار. يعني ما يمكنش بابا يقول لي ما تباشيش راسك، يقول لي ضروري خصك تجي هنا تاكلي معانا، حيت هو ملي كتر راسي ممنوع. دابا انا منين تنكون مع البنات دنيا هانيه، ولكن منين تنكون راسي بابا تيكعق تيقول لك مستحيل مستحيل انك تمشي تجلسي تفطري راسك، يعني هذه لا يقبلها العقل. يلا فاري انا جينا اجي يا ماما شنتو الدراري شنتو لندبات تحركوا ان شاء الله نمشيو. شوفوا البنات الشعر تبارك الله كيفاش ولات فيهم لابريونس تبارك الله. هيا خصني ندوش اليوم غنشقق شعري وغنوريكم الطريقه ديال شقاق الشعر. حيت البنات بزاف كيقولوا لي اسي بغينا نشقوا شعرنا وبغينا خدينا البرودوي ما عقلناش اش من فيديو. ويلي 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 ناري شي بعض الزناقي هنا مضيقين غير كحطها. ايوا يا لالا حاجيتك ما جيتك على ما عرفتش باش ندخلها لكم، ما درت على وجه بابا وصافي ما بغيتش نبقى ندوي بزاف وانا مريضه وما تسرطاتش ليا. علاش جايه مع بابا؟ المهم شي ناس بلا ما ندخل في التفاصيل اكثر، شي ناس من لا فامي داير معاهم بابا باش غيجيبهم للدار يفطروا معاه، وانا داك الفئه عندي معاها سوء تفاهم. درتها بوجه رمضان وجه الواليد حيت انا عارفهم كيتفرجون باش انا نرد الاعتبار راسي. ايوا لالا غاديين وشوفوا اختكم مريضه وعندي تدويزه وقطعت واحد اللقطه باش نمشي نجيب واحد الوراق وداك الشيء لكم باش نجيب شي وراق وداك الشيء. اي باش ما تبقاوش تسولوني فين هي طاسيلتك فين هي عائلتك، ما عنديش عائله انا باش نقول لكم صراحه وكنعترف بها هنايا. فئه من عائله ماما كاين الموجود الخير، كاينين الناس اللي خوالاتي وداك الشيء، ايه ما تبقى ما عنديش عائله باش نقول لكم من هنايا وبلا ما تسولوني عليهم وبلا ما ندخل معكم في التفاصيل. علاش كتشوفوني طويله؟ انا حيت هذا الشيء ماشي من نورمال، جاي انت لهنايا وما بغاش تركب، راه سي نورمال راه سي غراف وحق الله العظيم. الله بابا حتى هو ما عنده عقل، ما بغيش نمشي عنده خفت يطرى شي مشكل. عجب اختي هذا والله حتى العجب بالله، انا كان ساكته ومتحمله وكنشوف. يلا نازله عند الشو قلت لكم غنزل باش نسلم، شافتني هربات. بابا مسكين والله الا بابا مسكين، شوف كيدوي من الباب من الباب ما خلاتوش يطلع بعدا. انا سجلت لكم اللقطه قلت لهنا قطعت الصوت ونكمل لكم. ضاربين الطريق والروينه الكحله والشموشات، بابا مسكين فيه السكر وصايم ناري راه ما كيراعي وش ناري. وبابا مسكين هو اللي كيحن، راكم عارفين اي واحد كيحن في تواصله كيحن مسكين. بابا حنين راجل وحنين بزاف. ومنين ولاو العيالات قاسيه حتى للدرجه راه سي غراف. صافي قلت لكم البنات وعاتي بابا بقى لي مسكينه البكي يبكي وحق الله بداك الصدمه اللي تصدم. اما انايا طزي في البشريه ما عنديش مشكل، حاشاكم البنات سمحوا لي على هاد الكلمه، حيت بقى فيا بابا بزاف مريض وفيه السكر عاتي والصفار ويقدر داك اللحظه طلع عليه السكر. اما انا والله حتى درت غير على وجه بابا طلبني يلا هي معايا وصليني. قلت لي بابا انا عفيني بحالك باش انا نرد الاعتبار راسي تحب لهم انا ملهوفه وداك الشيء. نزلت هذيك اللقطه غير باش نسلم وبنادم شافني هرب. اما انايا والله حتى على وجه بابا قلت لبابا قلت لي معاك انت نتلح في جهنم ما عنديش مشكل. اما انا بزعما من راسي ويلي حياتي الحمد لله. المهم تي الله يرحمها اللي مشات هذيك هي اللي كانت تاثر فيا ولا الوالد ديالي ولا خوتي، وما تبقى والله ما عندي مشكل هانيه حياتي بخير والله ما مسوقه بالله. ورمضان وبنادم فحال هكا سي غراف. انا ما عندي مشكل مع بنادم اقسم لكم بالله، وصيامي حرام عليا اي ما عندي مشكل مع حد. بنادم عنده مشكل معاك كيبغيك تكون مقهور مريض مسخسخ الوقت كيلومك وتواصلهم كيدخلوا يتفركوا عندك في الكومونتيرات. عرفتي البنات اش كيديروا عندي؟ الهجوم. وانا ما مسوقاش كيقول لك القافله تسير القافله تسير راكم كباله من عندهم ما تنتسوقش لهم. عرفتي راه رجال ودايرين بحال العيال تيدخلوا في تعاطاو عندي دور من العائله ترى داكشي غراف. اما انا والله الا العظيم الا لاقيه راحتي عندي صحابي الناس مقربين كنمشي عند خالاتي طوب ما خير.
اما ما شابه قرا قلت لكم ما عنديش عائله تسولوني فين هو هذا فين هو هذا تشوف الشعل عينيكم بابا مسكين مشى معايا والله يش الصيام والعيا وانا مريضه وبنادم يدير هكا راه صافي هنايا سمحي لي كتلومو كنقولوا راه الايام العاديه راه كاينين سميتو الشياطين وهذا ما كاين لا شياطين لا والو كل واحد ونفسه كيفاش دايره كيفاش دايره نفسه حتى البابا قلت لي الله يجازيك بخير مره جاي بغيتي تصالح مع بنادم شغلك هذاك اما انا ما ما دخلنيش في هذا المشاهه ولا 1% صافي باب كفايه بعدا ما ماش دوزوا عليها ما نساهاش ليهم واحد واحد ما نساهاش ليهم مسكينه راه صيفطوها للقبر بكري وما قاسين كيتشمتعوا الوالده ديالي صيفطوها بكري سمحوا لي البنات حيت شفتكم مريضه هذا موصلني عند حدي صافي ما بقيتش كنقدر نصبر ما بقيتش كنقدر نكتم يا انفاس يا وراهم كندوي صافي ما بقيتش نقدر نصبر صيفطوا لي مهمتي بكري للقبر بسبب داك الشيء التغلغيله ديال الصغر مسكينه وهي كتجمع حتى كبرات كيفاش خرجوا لها الامراض 60 عام مسكينه مشات للقبر الله يرحمها مسكينه والله ياخذ الحق في كل واحد والله ياخذ الحق في كل واحد ادى لي امي ولو بحاجه بسيطه ما نسمحش ليه لا دنيا لا اخره ملي سببها في المرض العائله عرفتوا داك التواصل اللي تيكونوا كيخرجوا لك من الجنب عائله الراجل راه هي هذه اللي كانت مسكينه ماما كتعاني منها القبر بكري علاش خرجوا لها الامراض ها هادي ها الكلاوي ها القلب ها دابا راه بغا يديروا لي انا نفس القنار اللي داروه لماما ولكن لا هيهات ثم هيهات ما يمكنش سمحوا لي يا حبيباتي سمحوا لي على هذه الهضره غير باش نوصل لهم الميساج زعما يسحب لهم راسهم ما يطيحوا مني نو تشانس كلشي بخير امور هانيه صحيح انا بس باقي عينيا مسدودين اختي ما شبعتش نعس البارح مشيت جبت مريم صاحبتي مشيت عندها للدار صافي كنت مصيمة ماماها على شي حاجات حتى الانجليز نوريهم لكم وجداتهم ليا وموراها تلاقيت مع سميتها موراها تلاقيت مع هذا مريم رجعنا انا وياها شوف انا ما نعساش هادشي ما تبعناش نعس غنرجع غنعس لانه مشيت بوقت متاخر وفي نفس الوقت مكنتش ديجا نعسان مزيان وبالخلعه ديال المرض وليت غا كنفكر هادشي كله كيبان لك حاجات كيتعلقوا بالاعصاب يعني الاعصاب الاعصاب راه خايبين اخيب حاجه في الدنيا هي الاعصاب العصب يخرج لك اللي ما يخرجش الامراض اللي ما طاحش لك الامراض اللي ما طاحش لك على بالك تخرج لك دابا انا اي حاجه كتعصبني ولا كتنرفزني ولا كنتعصب دغيا اي حاجه تدي لي العصب تنهرب منها شي غير غرام ديال العصب شي حد ينرفزني وكنحس براسي ما مرتاحش معاه تنهرب علاش لانه مابقى عندي طاقه للجدال بقى عندي طاقه سميتو صحتي طاحت بكري واختي مري نوصل انا لواحد 40 عام 50 كي غنولي غنولي جرتيله اللهم من دابا الانسان يلزم حدوده حيت بعض المرات داك طيب الزايده والتفكير وتفكر لهذا وتفكر لهذا وتفكر لاخر توقفي مع هذا وسميتو ولكن انت في ضم انتي راه كديري هادشي ولكن انتي دابا راه كديري هادشي انت دابا راه كديري هادشي ولكن الناس الاخرين ما يديروش عليك هادشي كيما انت كديري يعني خصك تجمعي راسك بالقياس بالقاعده ماشي هو تبقى حياتك كلها فيها مع الناس خصك توقفي مع هذا وديري مع مزيان لازم يدير شي حاجه زوينه ولكن بالقاعده بالقاعده ماشي فوق القاعده الانسان يفوندي حتى كيلقى راسو مشى فيها النهار اللي تمرضي وغتواطي راه ما يعقل لك شي واحد تبقاي انت وضميرك واحله وتتركلي مع صحتك تقلبي على الحل هذا هو اللي كاين المهم كبيدات دابا ان شاء الله للطبيبه الثانيه جينيكولوج دايره معاها غنهز التحليلات ديالي ان شاء الله التحاليل غنهز كاع داكشي اللي عندي شنو اخر عندي ومنين غنسالي تنسالي تنشد التحاليل في يديا كنت دابا مضبط الطبيبه الاولانيه تنشد التحاليل في يديا عاد باش غادي نمشي الي عاد باش غنعيط للطبيبه اللي مشيت عندها البارح داك الجينيراليست باش تقاد ليا بروغرام شنو غادي ندير وشنو شنو اللي خاص وشنو اللي ما خاصش داكشي كامل يعني ان شاء الله ومن هنا نيت داك التصفار ديال الودنين قالت لي ما نعطيك والو حتى يبان لك العيب فين كاين الخلل اين هو بالضبط نقول لكم واحد الحاجه اللي انا ديما كنشوفها عندي في لي كومونتيرات بحال مثلا البنات كيقول لي اسيا انا نكون صراحة انا زيد عليا الصراحه باش تعرفوني اسيا عافاك تعاوني مع فلان اسيا عافاك عنده قناه فلان اسيا سيري عند فلان
السياسي اللي عند هذا شوفوا الله يسهل على كل واحد، كنتمنى لاي واحد الخير والله يسهل على كل واحد والله يفرح كل واحد. ولكن البنات ما نكذبش عليكم ونجيكم الصراحه، بعد اول حاجه نقولها لكم راه بلا اي بلاصه، اي بلاصه في العالم كاينين الناس بزاف اللي محتاجين، كاينين الناس بزاف اللي محتاجين. راه مازال كتقولي الناس في القناه ولا هذا راه خدام على راسو كيدخل واحد المدخول، راه كاينين الناس في الزنقه قلت لكم كيقلبوا في الزبل، كاينين الناس في الزنقه كينعسوا مثلا كيطلبوا، كاينين الناس سميتو راه عطا الله للناس، علاش بالضروره غنلصقوا في واحد ولا في شخص معين؟ راه عطا الله فين مع من غتعاوني، عطا الله راه بغيتي دير الخير اجي نوري لك، ركبي معايا في الطوموبيل ونديك تشوفي الخير ديال بصح، ركبي معايا ونديك القناش، نديك التقابي كاملين اللي تيكونوا فيهم الناس اللي مساكن محتاجين للمساعده. شوفوا مش تبقاوش غير انا بالنسبه ليا ما تبقاوش تاخذوا ديك الفكره ديال صافي راه كاين غير هذا فعلا هذا الشخص ناري مسكين ناري هذا، والله كاينين الناس قلت لكم كيحشموا يمدوا ايديهم وما عندهم لا دخل لا والو، حتى باش يدخل قفيفه قفيفه دخلها لدارو ما عندوش. عرفتي بقى فيا اخر مره واحد الموقف ديال واحد الراجل اقسم بالله الا جاتني البكيه، يلا غندور بالي طار السيد مشى مشى كيجري مشى كيجري ما بقاش واقف، وقفت عند الجزر كنشري وانا نسمع فيه مسكين قال لي شحال كفته، قال لي راه كذا وكذا، ويقول لي صراحه قال لي وما عديش انا يا الله، قال لي شي غالي تهيتها ولكن الغالب الله. انا ديك اللحظه فارين نزلت ليا من يديا من يديا، الله غنتلاها مع فارين الراجل غبر، يلا غندور راسي باش نقول ليه اجي اخويا نجري لك بقى فيا ودرم ديرو بلا نصايم وما غترحميش، عرفتي بقى فيا عرفتي وبقى ليا بين عيني داك الراجل عرفتي درت سميتو مع الراجل مد ليا الميكرو كسعي الله سالي ليا داكشي مع سالي ليا يعني ديك اللحظه زديت فارين هزيت الميكا ديالو مشيت درت في الدوره وهبطت بديك الهبطه مع داك الطوموبيل كنت بلاصتي فواحد الجهه ما لقيتش الراجل، ما كاينش ما كاينش ليه الاثار اجرى باقي مشى كيجري ولا ما عرفت شنو، ماشي كبير باقي صغير زعما كيبان راجل بعقلو. ايوا هذا هو اللي كاين غير بلا قلت لكم راه كاينين الناس والله الا راه غير بيضات ما عندوش باش يشراو، ما تبقاوش تركزوا على شخص واحد. ونرجع للموضوع انا البنات عفيوني غير ما تكلفوش عليا في الكومونتيرات اسيا غير باش لا شي حد قال في الكومونتير جاوبوا، ما تبقاوش تقولوا لي البنات سيري عند هذا دوزي عند هذا. البنات انا ما نكذبش عليكم عندي فوبيا من الناس ديال القنوات، نقول لكم الصراحه راكم تشوفوني كاينين الناس اللي تنعرفهم في الخفاء باش تعرفوا عندهم القنوات فيهم الملايين وبيناتنا علاقه طيبه سلام لاباس بخير. انا شوفوا ضد ما عنديش مع يقدر مثلا المستقبل يلاقينا الاقدار تلاقينا علاقتنا زوينه، يعني ما بينينش اننا من الاول صاحبنا ولا تعرفنا على قبل القناه ولا قبل نطلعوا لي زابوني، لا قاده براسي الحمد لله اللي عندي الحمد لله شحامد عليهم الله وشاكره. انا ماشي من النوع اللي كنتلاغط ونتلهت على لي زابوني وداكشي اللي جايب عندي لداري اللي هي داركم القناه، مرحبا بكم مرحبا بكم والف مرحبا على الراس والعين. ولكن انا باش نبدا نتلاغط ونبدا ندير السنيتو والمشاكل ونتلاقى مع عباد الله ونجري ونجري من هنا غير باش نطلع القناه، الحمد لله هذيك 500 ولا كذا اللي عندي في القناه ولا الانستغرام ديالي طالعين بدراعي بخدمتي بالمحتوى ديالي بالراحه النفسيه ديال الناس اللي شافوها فيا، يعني كيتفرجوا فيا بكل حب ومرحبا بكم. يعني ما طلعتها على دار شي حد، ما مشيتش عند شي حد دعمني، ما يعني ما مشيتش عند شي حد وطلعت القناه راسي الحمد لله هذا هو اللي كاين. اما باش البنات كيقولوا لي سيري عند هذا ولا سيري عند هذه ولا سيري، كيبقاو بيكتبوا لي بزاف القنوات ما كنعرفهمش انا صراحه، كيقول لي سيري عند هذا سيري عند البنات غير عفيوني انا ما ندخلش راسي في متاهات، ما ندخلش راسي حيت كنحترمكم وعزازين عليا ما كنبغيش نخلي هضرتكم في الزكا كنبغي نجاوبكم، عفيوني من القنوات ما نمشي عند حد ما ندوز عند حدا، عطا الله عطا الله انت تعاوني انت مع هذاك انا نتعاون في بلاصه اخرى، راه كاينين الناس ما عندهمش قنوات. اما القنوات وداك الشيء من واحد المره راكم ديجا حضرتو طرات واحد الهيلاله كنهضر انا على نيتي لقيت راسي صوتي كاين في اليوتيوب وهزوا غير اللي بغاو انت ماك قطع قايش نهضر مع شي وحده كتقول لي عندي قناه كنهرب. انا راه نهار الوالد نقول لكم الصراحه نهار الوالد كان بغى يتزوج دخلوا عندي بزاف فاش كانوا كيقولوا لي راه انا بغيت نتزوج هذه بغيت نتزوج هذه بغيت نتزوج بزاف دخلوا عندي لقيت عندهم قنوات كتبان لي مكتوبه قناه هذه قناه ام هذا قناه شانيل هذه كنهرب 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 ما نعقلش عليهم صراحه. علاش؟ لانه كنعرف ولات واحد الفوب واحد الهوس ديال خصني نطلع القناه باش ما كان فضيحه شوها. انا عائلتي الحمد لله راكم شوم يعني ناس محافظين وهذا وما فيهمش داك الشوها وداك الشيء، ناس
ما عندهمش مع داكشي. يعني انا نهار اللي طراتي في ضحى وداكشي انا المرض الا تشوهوا دارنا فشي حوايج اللي فوق طاقتهم. يعني ما بغيتش انا هادشي ندخل في هاد المشاعر. لا اي واحدة ما بغيتش تشوفوني صحابي تيجيو عندي ما تلزمش عليهم ديما يبانوا راه هكا مريم راكم تتعرفوها. اما راه ما كنلزمش عليهم لا صاحبتي سيري تقادي باش تباني ولا سيري وجدي راسك لا خاطرهم. اخر مره حالاني كانت بنتها مديره كتوجد له هادي وانا بديت كنصور بلاتي باش نوجد راسي باش قلت لها لا بلاش معاك انت لابسه بيجامه وهذا هو لا انسان فايق باقي مريش لا انا ولا هي انا جمعت راسي وهي باقا ما جمعتش راسها. قلت لها لا لا ما تحتاجيش انا قلت لا ما تباني ولا والو ما تبيني وجهك ماشي ملزمه الانسان اللي معايا الناس اللي معايا راه كنبغيهم انا هما كشخص ماشي على شي حاجه. الحمد لله قاده براسي واللي داكشي اللي عندي هو اللي الحمد عليه الله وشكرا هذا هو اللي كاين الناس هما كيشوفوا على عيني كاين البنات. هذا طلب بسيط انا قلت لكم الله يحفظكم راه عطى الله الناس كتشوفوني راه الزنقه عطى الله حباب الله ذكر راه مساكن ما عندهمش راه مازال هذا كتقول لي كيترزق في القناه. اما ناس اخرين اش غيقولوا الله يسهل على كل واحد ولكن انا هذا هو الهيت ديالي. انا من انسانه عز عليا العزله ما عزيزش عليا شي حوايج فيهم مشاكل كنهرب منهم. قلت لكم البنات غاع فيوني من هادشي ديال القنوات الله يجازيكم بخير. واخا ما عرفتش شكون يدخل عندي ما تندخلش راسي في القنوات ولا نطلع شي قناه انايا بحال هكا يكون فيها سميتو ما بغيتش ندخل راسي اطلع شي على ظهرهم مثلا بنادم تاعي نيت كتقدري ديري تخرجي في اواويل كبيره وداكشي اللهم بحال هكا تنطلع دامي هذا هو اللي كاين. البنات بزاف قالوا لي تبارك الله عليك كنشوفك زعما ترونكيل وداكشي ما فيكش المشاكل والحمد لله حنا بحال هكا حامدين الشاكرين. محشوم ساكن كازا الطريق ديال سيدي رحال يا سلام يا سلام عليك ما شاء الله ما شاء الله شوف تبارك الله الطرقان كيولوا راه مازال خدامين عليهم. الطريق هذه كانت من باخر صراحه انتم البنات الله صباح واحد الجو غزال شي الشميشه طلعت يا سلام صافي الشتا سالت البنات هاد السيمانه قالت ما كاين باش يلاه وصلت للطبيبه هنايا كاينه في هاد الاقامات هادو انا دابا في الولفه صافي غنقضي غراضي يا ربي تسمعني اخبار الخير دعيو معايا واخا ما تكون شفتوه دعيو مع اختكم يا ربي تسمعني اخبار الخير لا يضرني ولا يضر شي مسلم يا ربي. البنات طالعين دابا طرابزين 18 ان شاء الله يا ربي تسمعني اخبار الخير يا ربي. الحمد لله ثم تنطلع الطنابير ونقول لكم شنو الجديد. الحمد لله بعدا ما كاينش شي حل لي راه جيت ها نتوما جبت الوريقات ماشي هاد الحبوبات هادو اللي نايدي لي هنا هنا وهنا هادو ديال الهرمونات قالت لي راه كلشي ها من الكيس اللي ولي داير لك بحال هكا عرفتي شنو البنات زعما كون ما كنتش في هاد الكيس كون ما كانش في هاد المشكل هذا كره تلقى وجهي هكا كيدير عرفتي راه لاكام البنات شوفوا الفيزاج شوف البنات ها هما التحاليل ديالي الحمد لله خرجوا راه هما تعكسوا معايا ما بغاوش يديروا لي التحاليل الاخرين. قالت لك الصباح ما صباح ما قنعتنيش صراحه داك الهضره قالت لك الصباح جي لهم ما قنعتنيش كتبان لي السيده مشغوله شاد البيسي قلت صافي نمشي لبلاصه اخرى هانتوما درت التحاليل هما خرجوا ليا غنعيط للطبيبه كنتسنى بابا يصيفط لي الرقم مع مسكين هو اللي شد لي الرونديفو اخر مره ودابا غادي ندير التحاليل في بلاصه اخرى. الطبيبه عطاتهم ليا ها هما لانه حتى الصدر حتى هو ولا بحال كيعطي فيه واحد كيخرج منه واحد الكريم انا كنت نقول لهاد العيالات باش يعرفوا تما شنو كاين كيخرج منه واحد الكريم قالت لي هذوك راه الهرمونات لاعبين لك فداتك بزاف هما اللي كيديروا لي الحبوب وهذا يلا نمشي نوجد دابا هذا غندير التحليله هادي وغنعيط للطبيبه باش تشوف لي واش خاصني الدواء ولا داكشي غيتعالج مع الدواء اللي عطاتو لي ديال الكيس وهذا واش زعما مشكل سيباري ولا سميتو هي التحليله هادي ديال الصدر. جيت هنا جيت هنا الحاج فاتح وصلت ليه التحاليل الحمد لله ما خرجوا ليا. التحليله الثانيه هي درتها قالوا لي شنو غدا وجي ليها هي داك اللي قلت لكم على ديال الصدر ديال زيزه ماشي صدر هانتوما البنات ديال هادشي الوريقات ها هما حتى للدار نوريهم لكم. والانسان تيدور بصحته تيرتاح نفسيا عرفتي كتمرضي والله الا كتمرضي تتبقاي مجهول داكشي علاش نقول لكم التفاصيل كامله شنو قالت لي الطبيبه وهذا. ودابا غنمشي ناخذ شي مسيمنه شي لعيبه باش عندهم واعر يعني معمر داكشي خطي البغرير كاين الصغير
اختي على خيرات بلادي يا اختي. يا اختي شوفوا الفريز، فريز تما ربعك فريزات عندنا ما عرفتش شحال دايرين. كويلات يلا راجع للدار، ساليت الحمد لله، فرحت بزاف. يا اختي يا اختي يا اختي ويا اختي ويا اختي، انا وصلنا كبوداتي. الله 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 الله. شوفوا لي الدراري فاش غيشوفوني اش غادي يدير، شوفوا لي البنات، شوفوا لي ولادي فاش غيشوفوني اش غادي يديروا. مساكن عرفتي كيفرحوا فاش فاش كنقول نمشي بلاصه وكنجي. شوفوا مساكن كي كيدير معاهم، متعلقين بيا بزاف. منين كنمشي شي بلاصه عرفتي كيحسوا بداك اي ام الدراري ديالها كيحسوا بحالك. شوفوا شوفوا كيفاش غيديروا باش ندخلوا. شوفوا اسمعوا مامي 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 Oh, that's why I was late. Yeah. Who's make me grow up? Yeah. Who? It was Allah. He was just make you grow up. Yeah, that's right. Allah li ti. See, good boy Aaron. She Aaron to work Allah li. Yeah, so that. Masha Allah. خاطر هذاك اللي تيقول لك ولدك ما مربيش. So that means I'm nearly grown up. Like this much. Huh? Like this much, I nearly grown up. If it be full like this, yeah? I'll be grown up. Oh. راه كاين اللي عندهم داك المنطق ديال الدري ملي يجي يدوي كيعبر هذا، هذاك راه ما مربيش، اللي ما مربيش هو اللي كيتعاطى مع اللي كبر منه. ياك اري ياك اللي هضرتو كبر منه، اللي مثلا كتلقاه كي سلام كيدير سلام بنات فيني كاين كام سي سي الله يحفظك عاود قولها سي سي بلاش سلام بنات كبيدات بيات كنقول سلام البنات الحبيبات الحبيبات السلام البنات الحبيبه زين توما كيفكم البنات؟ هذا كلشي نسميه ما عرفتش، اما الدراري تيكون اكتيف وتيتحرك راه اي الدراري كاع فيهم الطيران، شكون واضحين الدراري اللي ما تيتحركش راه ماشي طبيعي، هذاك راه كنسمي انا مقموع قامعين ودارهم، والا مسكين عنده شي مرض ولا شي خلل. اما الدراري اللي كيقول لك موفي بالعكس هذاك راه شخصيته تكون يعني قويه كاري صافي خلينا نشرحوا. ايوا هنا كويتات قلت نشر الحوايج نسيجهم، قلت يلا نشرهم باش ما تعطيش فيهم الريحه تا هو اللي كاين. اما عاود نقول لكم الناس غير سمحوا لي والله، حيتاش بقى فيا الحال ما بقاش فيا راسي، وغير باش نقول لكم شتي فاش هبطت نسلم وما بلادم هرب، اقسم لكم بالله ما مشيت نمشي نقول لكم مالك ولا ما مالك، لا لا الحجره ما منضيعش مع البشريه. بابا مسكين الى دار راه تواصلوا هادوك، اما انايا كنخوك كنعذرو لكم. حنين مسكين حنين بزاف، بابا حنين عنده واحد القلب ديال الذهب، راه هو اللي بقى فيا عرفتي، جايه وكنقر وبقيت كنشوف فيه كيبان لي وجهه صفار صافي قلبت. ما راه قلتها لكم والله ما كرهوك تكوني كتمرمدي ومريضه وموسخه وفي الزنقه كطلبي عا باش يرتاحوا يعجبهم الحال، عا باش يرتاحوا يعجبهم الحال، مقدمه ما يلاه داير في كراسو الف الى الياء، ما كرهوكش تكوني مقهوره. الناس كنصحكم من هنا اللي عنده شي والدين تهلا فيهم ما سبق طزي فيه، سمحوا لي البنات والله كنهضر معاكم تتهضر معاكم اختكم، قسم لكم بالله مصع لك الحامض الا من رحم ربي. شوفوا انا غير في اقليله باش ما نجمعش كل شيء، في اقليله من التواصل ديال الوالد كاينين الناس اللي راه مرات عزازين عليا، ولكن 80% تحشم من الخريطه عندي شي راه ما تسرطاتش لي هاد اللقطه ديال البابا البنات، اقسم لكم بالله حيتاش مريض وكنشوف فيك باش متحمس. شوفوا مراته مسكينه اش موجد عرفتي نوع الطبله، راه عيطنا لها حبسناها ما تكملش الطياب، شاريه الحوايج شاريه بيجامات الكادو، ومسكينه رغم انه ما تكبرش بها يعني واخا هي كبرات بنادم جوج المرات. هادي راه قلتها لهم قلت لهم هادي وتوبه، قلت لي بابا اقسم لك بالله جايه واخا بنادم عرف شنو يطرى عليه ما نعقلش عليه، ما تبقاش داخلني في هاد المشاهه ديال العائله، انا مرتاحه في حال هكا بخير. الشوب كيقول لك ما عمر ما كاينش عروسه تهرب من دار العرس، راه ما تشوفوا الواحد هربان الا عرفوه كوارث عظمى كوارث عظمى كوارث عظمى،
بعدو من دمكم راه يطلعكم. انا نقول لكم البنات دمكم يطلعكم، راني وليتي تلقاي فيه الخير اقسم لكم بالله. بقاش فيا شي مرات بابا كتوجد خدموا لكم باش نوجدوا لكم هذا شي حاجه عندنا تخاخن. يلا يلا تقول الشباب شو شو شكلهم؟ هاي 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 شكرا الحمد لله والشكر لله. فضل الله كبير، فضل الله كبير. ربي منين كيبغيك كيشوف الظالمين دايرين بيك كييسر لك حياتك. واخا بنادم يبغي يردمك ويديرك تحت رجليه ما يمكنش، ربي الا بغى يطلعك راه كيطلعك. سالينا نمشي نجيب حريره واجده، حريره ما عندي لا طاقه البنات، غنوجد غنمشي نخدم عند المراه نقيه البنات. عطاتني النيميرو ديالها قالت لي لو شي حاجه طيب، قالت لي الحريره ديال موجوده صافي. حتى زعما كيطيبوها بكثره، كيطيبو برمه كبيره وكيبداو يعطيو للناس تيشرو معاهم صافي. غير هي وندي معاك الكوكوط ديالي باش ما يبقاش شي بحال داك المره. بالذات يا اختي خليهم غير يسخنوا، غير نحطهم شي تفرج ليا شنو غنحط. قلت لكم بابا حيح عليا جي انت ومريم الداري وغناخذ هذوك اللعيبات معمرين، ما لقيتهمش الصراحه. واحد اللعيبات معمرين بلادنت، مسمن معمر بلادنت، قال لي باقي شويه. خديت صافي هذا مسمن معمر بالخضره وداك الشيء، الظاهره حتى هو زوين صراحه. يلا خرجت باش نجيب الحريره، هانتوما جالسه الكبيده هنايا. خديت داك الشيء قال لي عيني عاش واقف عليهم هنا كنتسنى ندوم ليا والبينه ونتحركوا ان شاء الله. صافي دابا بنادم مشى يفطر، هبط الريدو. انا خصي فطورنا هو هذا. ها هي جاتني هذه الحراره، جات صفريطه. لا ها ندير شويه نخاوي مناش بحال المره دايره اختي من بلاصه اخرى، ما بنيناش بحال ديال المره. المهم البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله. انا على زين الحشمانيه صي. شوفوا البنات انتم تبارك الله شعر مريم ما شاء الله البنات لا قام. شوفوا انتم تبارك الله شعرها دابا راه ما مصيبش، راه باقي فازك. شوفوا انتم راه ما دايره لا بروتين لا شي حاجه. شوفوا الجزر. شوفوا البنات انتم تبارك الله ما كاين لا فراغات لا شي حاجه. مريم كي كان عندك من القدام كانت عندي الصلاه هنايا. شوفوا الخويه، شوفوا البنات هانتوما، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا الخلفه اللي ناطله، شوفوا شعرها طوال راه كانت هي دايره كاريه بحالي. شوفوا تبارك الله شاي ما شاء الله. شوفوا لابريونس وراه يلاه صبغاه، يلاه صبغاته غير هذه ثالث مره صبغتي ياك، دابا راه صبغاته بالنواغ. شوفوا تبارك الله ما شاء الله جاك زوين واللون. شوف مع الكاميرا كيفاش كيبان داك السميتو. شوفوا البنات هانتوما شوفوا تبارك الله القوه ديالو ما شاء الله. وشوفوا هنا الخلفه، شوفوا شوفوا الخلفه البنات اللي كيعانيو من الفراغات وداك الشيء. شوفوا القلقوله حتى هي تبارك الله ها نتوما تبارك الله عامره ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا البنات ايوا بصحتك صحتك الزين ديالي. شوفوا البنات لا قام رائعه البنات، طيعوش هاد الفرصه راه البنات كاع اللي جربوها تسطاو عليها شي حاجه اللي توب. شوفوا البنات انا البنات